يوم الخمسين اللي بيعرف يوم الخمسين واليوم الخمسين من قيامة الرب يسوع من الأموات. في مثل هذا اليوم التلاميذ كانوا مجتمعين في الهلية. في هذا اليوم سكب الروح القدس على التلاميذ، ابتلأوا من الروح القدس، تعمدوا بالروح القدس، ابتدأوا يتكلمون بألسنة جديدة. من هذا اليوم ابتلأوا بالقوة للشهادة وانطلقوا يكرزوا للخليقة كلها. الكنيسة بلشت تصير 3000 5000 وفتنوا المسكونة كلها. لكن هذا اليوم بالذات يعتبر يوم ولادة الكنيسة. هذا اليوم يعتبر بالحقيقة يوم ولادة الكنيسة. لماذا في هذا اليوم بالذات كل الكنائس حوالين العالم، كل الطوائف كاثوليك أرثوذكس إنجيليين يحتفلون بهذا اليوم انسكاب الروح القدس على الكنيسة، وتحتفل الكنيسة لأجل انسكاب الروح القدس على العالم كله، لأن الروح القدس هو الحل لكل مشكلات العالم. من يقول أمين؟ أمين. لهذا اليوم الكنيسة صلي لأجل نهضة، صلي لأجل انتعاش، صلي لأجل افتقار. واليوم أريد أتكلم يمكن مقطع أنت تتكلم عليه، وعادة تتكلم عن أعمال اثنين، لكن اليوم أريد أتكلم عن ثلاث مفاتيح للانتعاش. تريد انتعاش؟ من يريد انتعاش؟ مين يريد نهضة؟ كل يريد نهضة. نتكلم عن ثلاث شروط للانتعاش. خلينا نفتح كتبنا المقدس على ملوك الأول الإصحاح 18. ملوك الأول الإصحاح 18. حقرأ من مقطع يمكن طويل، حقرأ ملوك الأول 18 العدد الأول والثاني، بعدين وحبدأ من عدد 17 إلى 46، وحقرأ قراءة طويلة نمشي مع القصة الكتابية. ملوك الأول 18 العدد الأول على صفحة 425. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. فذهب إيليا ليتراءى لأخاب وكان الجوع شديدا في سامرة. نقرأ الصفحة من عدد 17. ولما رأى أخاب إيليا قال له أخاب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال: لم أكذب إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. تخيل النبي يتكلم عن ملك يقول أنت مكذب إسرائيل. فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجيب الشعب كلمة. ثم قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياء البعل 450 رجلا، فليعطون ثورين، فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضعوا نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا. ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا: الكلام حسن. فقال إيليا لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أنتم الأكثر، وادعوا باسم آلهتكم ولكن لا تضعوا نارا. فأخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم إيليا
وقال ادعوا بصوت عال لأنه إله لعله مستغرب أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبأ. فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى حين الصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغر. قال إلي لجميع الشعب تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم. ثم أخذ إلي اثنتي عشر حجرا لعدد أصوات بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا إسرائيل يكون اسمك. وبنى الحجارة مذبحا لاسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزن. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال املأوا أربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. ثم قال ثنوا فثنوا وقال ثلثوا فثلثوا. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء. وكان عند إسعاد تقدم إلى إيليا النبي أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل يعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني. يعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة حتى زيد المعجزة خلى مي بدل ما يخلي كأنه بنزين. مع هذا نار نزلت من السماء. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله. فقال لهم إيليا امسك أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فأمسكهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك ذبح أنبياء البعل. وقال إيليا لأخاب اصعد كل واشرب لأنه حستوي مطر. فصعد أخاب يأكل ويشرب وأما إيليا فصعد لرأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال ليس شيء. فقال ارجع سبع مرات. في المره السابعه قال هو ذا غيمه صغيره فتركف انسان صاعد في البحر. فقال اصعد قل لاخاك اشدد وانزل لئلا يمنعك المطر. وكان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم. مبارك اسم الرب مبارك كلمته لنا في هذا المساء. خلينا نغمض عيوننا لحظات وانت صلي صلاه قل يا رب كلمني في هذا المساء. يا رب سمعني صوتك يا رب افتح عيوننا ذهني لأفهم الكتب وأفهم قوة الله. سمعني صوتك ماذا تريد مني يا رب. أنا عبدك الضعيف بيني وبينك. كلمنا جميعا عن الروح القدس أنت قلوبنا. كلمنا ما يريد الروح أن يكلم الكنيسة في هذا المساء في هذا اليوم بالذات باسم يسوع. آمين. آمين. نتكلم اليوم عن ثلاث شروط ثلاث مفاتيح للانتعاش. لكن قبل كل شيء أريد نعطي شنو هو تعريف الانتعاش. شنو تعريف الانتعاش حتى نعرف شنو هو الانتعاش بعدين نعرف شروط الانتعاش. هي الحالة الروحية اللي فيها الناس ترجع إلى الرب بتوبة حقيقية. هذا الانتعاش. هللويا أمين. وعظة كانت حلوة والرب لمسني ووقعته. الانتعاش للحالة الروحية اللي الناس فيها ترجع إلى الرب بتوبة حقيقية. هي الحالة اللي فيها المؤمن
المؤمنين يؤثرون على اللي حواليهم لدرجة قالوا لي أمك لدرجة أنه البلد كله بلش يتغير. لدرجة المؤمنين يتغيرون لدرجة يؤثروا على حواليهم لدرجة أنه البلد يتغير. حالة روحية والاقتصادية والسياسية تتغير. الانتعاش هي الحالة الروحية اللي تتولد في أماكن معينة في أجواء معينة اللي فيها الناس بلش تصرخ الرب هو الله حقا. الرب هو القراءة اللي طرحناها إليا سأل الشعب إن كان الرب هو الله اتبعونه، إذا كان البعل فاتبعونه، إذا كان الرب اتبعونه، إذا كان البعل اتبعونه. كان البعل يعني صلون البعل إله الخصب، في صلون البعل إله اللي يعطي مطر صلون البعل. فقال لهم خليني أنا الله أشوفكم من هو الإله الحقيقي. تطلبون البعل حتى يجيب مطر ثلاث سنوات ونص ماكو مطر. كنت أبحث ليش بالضبط سوى هذه المعجزة، لأن الله كان يريد يثبت لشعب إسرائيل إذا تطلبون البعل خليني أشوفكم من راح يجيب لكم المطر إذا أنتم إذا تطلبونه هو. قل لما إلي طلب منهم يقول لم يجيبه الشعب بكلمة. من باقي إلي النبي واحد 450 من أنبياء البعل و 400 من أنبياء السواري 850 يعبدون أصنام وواحد يعبد الله الحقيقي والشعب تايه. لكن لما الشعب التايه شاف نار من السماء تنتهي الذبيحة الملطسة بالماء، لما شاف المعجزة بلش يصرخ الرب هو الله الرب هو الله. لما الله استجاب نار وسقطوا على وجوههم وصرخوا الرب هو الله. هذه الأيام في مرات لما كلم الناس عنهم كلم الناس عن قلب رجعوا إلى الله توبوا يا جماعة توبوا الناس تقول لك يعني أحسن ما تناله من رد فعل تهز رأسه صحيح بس ما تتغير ما تتوب أو تقول لك ديروه يعني عادة بطران الناس كلها تصرف الحكومة تصرف صح؟ صحيح أحسن شيء رد فعل إنه الناس تهز رأسه توافق إنه تحتاج إلى توبة بس من دون تغيير. لكن صدقوني لما الله راح يستجيب بنار قلوب الناس القاسية راح تتغير راح تصرخ الرب هو الله وهذا هو الانتعاش. أمين؟ هذا اللي احنا نريده. والانتعاش هذا لازم يبدأ بمنه الناس اللي برا. لا هذا الانتعاش هذه النظرة لازم تبدأ بالكنيسة لازم تبدأ بالمؤمنين. اليوم نشوف أكو كثير مؤمنين لكن فاترين كأنهم يزحفون زحف يحبون الرب لكن قلوبهم محبة قلوبهم للرب فاترة وهؤلاء بحاجة إلى انتعاش. أمين؟ شوية يعني شوية شوية راح أزعجكم أكثر. السؤال المهم هل نحن هل أنا قول هل أنا كلم نفسك قول هل أنا لا هل أنا كل واحد خلي يقول هل أنا مو بس أبو صفاء أبو صفاء أشطر واحد بس خلي كل واحد هل أنا بحاجة إلى انتعاش. ماذا أسمع؟ الجواب بالتأكيد لأنه بصراحة حالتنا الروحية تعبانة. حالتنا الروحية شنو؟ تعبانة. إذا نحسب عدد المؤمنين في البلد نلاحظ أنه عددهم قليل. في القراءة اللي قرأناها نشوف أنه في كل الشعب إذا نقرأ المقطع الأكبر يقول إنه في كل الشعب كان أكو 7000 شخص في كل شعب إسرائيل كان أكو فقط 7000 شخص لم ينحنوا لبعض. واليوم إذا نشوف أعداد المؤمنين في هذا البلد عددهم يمكن مؤمنين حقيقيين عددهم أقل من هذا العدد وعدد قليل من هؤلاء
يشهدون بصوت عالي الرب هو الله، الرب هو الله. إذا نجي الحالة الاقتصادية في البلد نشوف إنه هي تعبانة، وأنا أعتقد إنه السبب من الحكومة. السبب الأول إحنا، لأنه لما الكنيسة توب، لما الكنيسة ترجع تكون منارة، الناس الفاسدين في البلد راح يطلون، الرب راح يشيلهم. أعطيكم مثال، أعطيكم مثال. سنة 1904 في ويلز، تروسينا ويلز، ويلز عربي إنجلترا. 1904 حصل انتعاش في مدن كاملة في ويلز. البارات بلشت تغلق، الشرطة شوية شوية صار ما عندها شغل، ماكو مجرمين، ماكو حرامية، ماكو عركات. السجون شوية شوية على وشك، على وشك أن تعزل. الشرطة صارت تقضي معظم وقتها وين؟ بالكنيسة. عمال المناجم المعروفين بقساوتهم صاروا مؤمنين حلوين، والبلد كلها تغيرت بسبب شنو؟ انتعاش، انتعاش، توبة، رجوع للرب من المؤمنين. البلد حاله كله تغير. اليوم بالعراق نشوف بالعكس، الحاله العكس. نشوف بالعراق ملاهي ليليه بتزداد، صح ولا لا؟ بس تحولت اسمها نادي ثقافي او ما اعرف يسموها. ملاهي ازدادت في بغداد رغم انه الحكم اسلامي بامتياز. قول بامتياز. الحكم الاسلامي بامتياز، ملاهي تتكاثر بس تتغير اسمها. محلات الخمور تزداد في بلد اسلامي، في حكم اسلامي. بيع الحشيش ما كان ممنوع، كان اعدام، صار مليان. محلات النرجيله تزداد. والسؤال، هل نحن بحاجه الى انتعاش؟ هل نحن بحاجه الى زياره من القدير؟ جواب نعم، بالتاكيد نحن بحاجه. تعرفون الرب يريد ان يجي بانتعاش، الرب يجي يريد يجي ويفتقدنا. لكن الله يحتاج الى شخص مثل ايليا حتى يبدا الانتعاش. امين؟ امين. حزقيال 32، قل طلبت من بينهم رجلا، شو يسوي؟ يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الارض لئلا اخربها. شو يقول؟ فلم اجد. كل الارض ما شاف شخص تقي يخاف الله يقف في الثغر امام الله يتشفع لكي لا تخرب. نحن في القراءه اللي قراناها بدا الانتعاش بشخص واحد هو ايليا النبي. احبائي، الله دائما يبحث عن شخص واحد، ومن خلال هذا الشخص نفوس كثيره تتغير، بلدان، بلد بكامله ممكن تتغير. امين؟ من ضمن 17، رب استخدم شخص اسمه جون ويسلي في بريطانيا. شخص صار نهضه في بلد. في القرن 19 رب استخدم شخص اسمه تشارلز فيني، اثر على بلد يمكن عبر حتى القاره. هذا الشخص تشارلز فيني قبل ما كان يبدا خدمات انتعاشيه، تعرفوا ايش كان يسوي؟ كان يرسل فريق صلاه متشفعين، عنده خدمه انتعاشيه بعد اسبوعين، يدس فريق الصلاه، يروحون للمدينه، ياجرون بيت، يقفلون الباب، فريق الصلاه قبل اسبوعين، ياجرون مكان، يقفلون الباب من الصبح لليل، صلاه، 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 صلاه. لما كان يجي تشارلز فيني قبل ما يبدا يوعظ، الناس تسقط على وجهها وتوب، قبل وعظه، قبل ما يبدا يوعظ الناس ماسكه الاعمده خايفه كانه البنايه توقع من حضور الله وقوه الله. ومدينه بكاملها تتاثر من حضور الروح القدس. وهذا هو الانتعاش. هذا هو الانتعاش اللي يريده يحصل في العراق. ممكن؟ امين امين. ممكن. هو الله. لكن هذا راح يحصل لما الله راح يجيب ناس صادقة مع الله مثل إيليا، ويجهزون نفسهم ويعملون كما يريد الله. وصلاة اليوم، هدف اليوم من هذا الاجتماع، صلاة اليوم انه اشخاص في هذا المكان الروح القدس يكلمهم، انه يا رب خليني انا هذا الشخص اللي اريد اكون جزء من النهضه اللي راح تاتي على البلد. امين؟ امين. اليوم كنت راح اتكلم عن ثلاث مفاتيح للانتعاش، ثلاث شروط الانتعاش. اول مفتاح للانتعاش
هو الطاعة. قلوا لي يما الطاعة. قلوا لي يما الطاعة. بصوت عالي الطاعة. هللويا امين. لاحظ اذا انت تريد تختبر نهضة وانتعاش لازم تتعلم الطاعة الفورية وبسرعة. طاعة ايش؟ الفورية وبسرعة. بمعنى بقدر ما تتعلم تسمع صوت الله بقدر ما لازم تتعلم شو تسوي؟ تطيع. إيليا كان يسمع صوت الله وكان يطيع صوت الله. لما الله قال له اذهب تراءى للملك آخاب، النبي يريد النبي يدور الملك آخاب الشرير يدور على النبي إيليا حتى يذبحه. قال له اذهب تراءى لآخاب، يعني بهدله ثلاث سنوات ونص. تنبأ قال ما حيصير مطر، والملك ظروف البلد خربانة بسبب إيليا. قالوا اذهب وتراءى، وإيليا يطيع الأوامر طورا. إيليا كان يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. الوقوف أمام الرب معناها علاقة مباشرة مع الله، عنده علاقة مباشرة مع الله. أنا أريد أسأل كل شخص موجود في هذا المكان، أريد أسألك متى آخر مرة أنت يا مؤمن وقفت أمام الرب؟ سؤالي لك اليوم، هل كلمك الرب اليوم؟ أو أصلاً أنت ما فتحت الكتاب أبداً؟ يعني إذا ما رح تفتح غالباً الرب رح يكلمك من الكتاب في خلوتك اليومية إذا عندك خلوة. صلاتي لك اليوم، هل أكلك الروحي هو من خلال سماعك للوعظات على المنبر جاهزة؟ تتحمل المايكروويف وتنطي لك يا جاهزة؟ أو أنت تسمع من الرب مباشرة؟ سؤالي لك اليوم، هل أنت تنطي وقت للرب تقول له يا رب أنا بين إيديك أعمل لي ما تشاء؟ قل لكم للأسف نحن مرات كثيرة رب يكلمنا في موضوع معين، نحن نقول أوكي أمين أمين، رب يكلمك أمين، أوكي بس يحكي أمين أمين، توب أمين، عيش القداسة أمين، خاف الرب خلي مخاف الله فيك أمين. لكن نحن عادة وغالبا ما نتحرك من القيم. للأسف هذا العقل أشر علينا أشر. للأسف هذا العقل مرات يحتاج 10 سنين حتى يبلش يطيع الرب. 10 سنين مرات يكون أكثر، لكن إيليا كان يسمع ويطيع فورا. حباي رب يكلمنا. من صار له 5 سنوات مؤمن وأكثر يرفع إيده، منه 10 وأكثر، منه 15 وأكثر. رب يكلمنا أشياء بسيطة، بس خلينا نشوف اللي 5 وأكثر. رب أكيد من يوم اللي جيت للكنيسة، من يوم ما جيت للرب المهم، رب يكلمك إنه تصحى باكرا تصلي تطلب وجه الرب حتى تشوف مجده حتى تلتقي بيانه تطيع. رب يكلمنا تعيش في قداسة وما تمتلئ من مخافة الله تطيع. رب يكلمنا نكون شهود تطيع. رب يكلمكم لكن لازم تتعلموا تطيعون حتى تختبرون الانتعاش. ليش بعدين تيجي الانتعاش؟ لأنه ببساطة ما نطيع الله. نريد انتعاش لازم نطيع الرب فورا. كل اللي تسمع من الرب لما تقرأ لما تصلي، أما أنت في خلوة لما تسمع من المنبر، مطلوب من عندك أن تطيع كلام الرب. لكن أيضا ثاني مفتاح الانتعاش بعد الطاعة هو ترميم المذبح. تشوف إيليا رمم المذبح، مذبح الرب المنهدم في عدد 30. المذبح هو مكان تقديم شنو؟ المذبح هو مكان تقديم شنو؟ الذبيحة. المذبح هو مكان تقديم العبادة للرب. إيليا عرف إنه لازم يرمم المذبح. إيليا عرف كيف لازم يرمم المذبح.
يعني عرف شيء مهم جدا، انه النار عمرها ما تنزل على مذبح فاري. النار تنزل على مذبح فاري؟ ما تنزل على مذبح فاري. انا اعتقد انه واحده من الاسباب اللي النار مدى تنزل من فوق هو انه الرب مدى يشوف مذابح في حياتهم. والله الله مشتاق انه يستجيب بنار. قول الله مشتاق انه يستجيب بنار. الله مشتاق انه يجي يسكن في وسط شعبه. الله مشتاق انه تيجي وتهدأ وتجلس امامه. الله لا يبحث عن اناء فارغ ليصرخ له يا رب تعال، لكنه ماذا يشوف؟ حنا حكيتكم قصة. قصة تقول انه كان اكو شخص سمين. شخص شنو؟ سمين. سمين. وزنه مش 30 200 كيلو. 200 كيلو. في اكثر؟ لا اي حد يرى الولد. 200 كيلو. ابو صفاء قال 200 خلاص. شخص سمين وزنه 200 كيلو، وكان هذا الشخص يكلم صديقه ويقول له كثير من المرات كنت اروح الى بيوت اصدقائي وازورهم، لكن بالنهايه بطلت اروح. الصديق ساله ليش؟ ليش؟ لانه قال له لانه كل مره كنت ازور اصدقائي كنت اكسر الكراسي اللي عندهم. 200 كيلو كنت ما بقى شيء. فبطلت اروح بيت اصدقائي. وبعدين قال انا يعني حزين جدا لان اصدقائي يعرفون احبهم ويعرفون انه انا اريد ازورهم، بس ما يحضروا لي كرسي يحملني. كانوا ما يريدوني. تعرفون الكتاب المقدس يتكلم عن حضور الله. تعرفون حضور الله شيء يسمينه شكينه او خابوت. تعرفون شنو معناها باللغه الاصليه الشكينه وخابوت؟ معناها ثقل. حضور الله معناه ترجمته ثقل او مجد. ثقل. حباي حضور الله دائما بينه شنو؟ بينه ثقل. والثقل شيء كرسي يحمله. مرات كثيرة الله ما يجي بالثقل، الله ما يجي بالمجد، لأنه ماكو كرسي عندنا يحمله. لأنه إذا الله جاء بالمجد بالحالة اللي نحن بيها انكسر. وعم تخوف أخبار الأيام الأولى 5-14 تكلم لما حضور الله كان يجي بالمجد كان الناس تسقط على وجهه، والكهنة يقول الكهنة يقول لا يستطيعوا أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله. تقول إذا الله يجي بثقل مجده نحن ما مستعدين رح يخرب بيوتنا مثل الزلزال. هذا الرب ما يجي بالمجد. إشعياء من يذكر إشعياء 6؟ إشعياء لما شاف حضور مجد الله تعرفون شو يقول؟ من يذكر؟ لا قبل ويلون لي. يقول تزعزعت الأساسات العتب وخار على وجهه وقال ويحي أنا الإنسان الشقي. هذا حال منه إشعياء النبي. هو نبي. إيش يصير حالنا؟ إشعياء النبي قال ويحي أنا سقط على وجهه وتزعزعت أساسات العتب ويحي أنا الإنسان الشقي. إيش راح يكون حالي؟ وحالة مرات كثيرة نحن نصلي لأجل الإنتعاش، نحن نصلي يا رب أرنا مجدك، لكن المشكلة إذا الله جاء بمجد وإناءنا مو جاهز رح ننكسر. هذا مهم جدا إنه رمم المذبح. قل لي يا ما مهم رمم المذبح؟ مهم جدا نكون متحضرين لمجيئه، لأنه لما رح يجي بمجد. إخوتي إذا نريد إنتعاش لازم نرمم المذبح المهمون هدول، ولازم نقدم ذبيحة، ولازم هذه الذبيحة تكلفنا ثمن.
وهذا اللي نحن المؤمنين كل شيء ببلاش، خلاص مجاني. صح وخلاص مجاني. بس بعدين حتى تتبع الرب لازم تقدم ذبيحة تكلفك ثمن. داود في يوم من الأيام قدموا له بقر، قالوا له قدم ذبيحة. إيش قال داود الملك؟ قال حاشا لي أن أقدم للرب ذبيحة لن تكلفني شيء. ذبيحة لازم تكلفك شيء. أنا ماذا أتكلم عن الخلاص؟ لأنه لو دفعت كل أموالك حتى تروح للسماء أنت ما راح تقدر تحصل على الخلاص، لأنه الخلاص مجاني. لكن الانتعاش، قول الانتعاش، حضور الرب وحضور الرب بمجد يتطلب ثمن لازم تدفعه ولازم أدفعه، يتطلب ركب لازم تسجد قدام الرب. وفي مرات تسأل، مرات تسأل ليش أكون انتعاش في البرازيل؟ ليش أكون انتعاش الصين؟ ليش أكون انتعاش في أوغندا؟ ليش أكون انتعاش في المكان الفلاني الفلاني الفلاني؟ الجواب تعرفوا شنو؟ مو الرب، يعني الرب يحبه وما يحبنا، لكن لأنه أكو ثمن الكنيسة مستعدة تدفعه ودفعته. أكو كنيسة مستعدة تدفع الثمن. أكو كنيسة مستعدة لتقدم شهداء. أكو كنيسة تقدم ذبيحة تسبيح للرب. ولما تقدم ذبيحة تسبيح من القلب، السماء شو يصير فيها؟ تفتح. لما تقدم عطاء سخي للرب، قل جربوني إن كنت لا أفتح لكم هو السموات. آمين آمين. كل الأشياء، حياتك، عطاءك، تسبيحك، كله بينه ثمن. تعرفون بالصين، في احد الكنائس بالصين، راعي الكنيسه يتوسل بالناس، دخيلكم تعالوا بس مره بالاسبوع، رجاء لا تجي اكثر من مره. بالضبط مثلي، ابوس اليكم تعالوا الكنيسه. بس بالصين بليز ما عندي مكان. مسكين عنده بس 2000 كرسي. راعي الكنيسة هذا قضى 21 سنة في السجن بسبب إيمانه. بسبب إيمانه. أحبائي، هناك ثمن للانتعاش. إبراهيم دفع الثمن، صح؟ إبراهيم كان مستعد يقدم ويسحب. السؤال أريد أسأله، ما هو الثمن اللي أنا وأنت مستعدين نقدمه؟ أنت جاوب كل واحد، شو الثمن اللي أنا مستعد أدفع؟ أحتاج أتخلى عن أمور كثيرة، بس يمكن أحتاج أتخلى عن طموحاتي. يعني حتى تعيش بالعراق لازم تتخلى عن بعض الطموحات، أكيد. يمكن أحتاج أتخلى عن أموالي، يمكن أحتاج أتخلى عن وقتي، يمكن أحتاج أتخلى عن راحتي، يمكن أحتاج أتخلى عن طعامي. لا 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 طعامي لا. تعرفون نحن العراقيين، ما أعرف إذا أنت مثلي أو لا، بس نحن نصحى الصبح إيش راح نتريق؟ بعدين على الفطور شو نفكر؟ شو حبيبي إيش راح تتغدى؟ على الغداء إيش راح نتعشى؟ وبالليل اشرح اطبخ غدا الماراثون. عايز اسالك سؤال، يمتى اخر مره فكرت تصوم من اجل الرب؟ يمتى اخر مره انت صايم جاهد حتى تطلب وجه الرب، حتى تشوف اختراق روحي في حياتك؟ نعم تتشرني. يمتى اخر مره، امين الرب يبارك فيك، يمتى اخر مره صمت انك تريد تطلب وجه الرب؟ تعرفون انا بدي اتكلم عن الخلاص، لانه الخلاص مجاني. بس اريد اقول لك، بعد ما تنال الخلاص، مرات الرب، يعني هذا بدي احكي، يعني اذا تواجهني باللاهوت يعني بدي احكي لاهوتيه، بس تعرف مرات كان الرب يخفي نفسه، يتخبى،
قال لك إذا تفيدني وين؟ صار جبل. صعود الجبل دائما صعب وسهل. صعب شو؟ صعود الجبل صعب ويلزمه طاقة. طاقة. صعب ولا؟ بعد ما تيجي للرب بالبداية الرب يباركك يعني من دون مجهود. بالضبط مثل منه. بالضبط مثل الشعب الله في القديم. من ينزل أم صار؟ شلون متأكل؟ صعب ولا؟ بدون تعب بدون جهد. بعدين حتى تنضج لازم تركض وراء الرب. حتى تنضج لازم تبدي تبلش ترمم المذبح. حتى تنضج لازم تقدم ذبيحة للرب، وهذه الذبيحة لازم تكون مكلفة. لازم تستيقظ مبكرا حتى تنال الدسم. مو وقت الكل صاحين وكذا وعياط وصياح وسيارات. حتى تنال الدسم، حتى تنال البركة، حتى تقابل وتشوف مجد الرب، لازم تصحى مبكرا. هذه ذبيحة. لازم تترك الأشياء الفارغة، التلفزيون، الإنترنت، الوقت الفارغ، الواتساب، الفايبر، ولا مشكلة بالفايبر، نحن عندنا مجموعات صلاة كثيرة. بس مرات كثيرة لازم تدفع ذبيحة قدر ذبيحة هي الثمن. قل له يا رب أنا جاي أختلي وياك، وما راح أطلع إلا وأتقابل بيك. أمين؟ أمين. أول شرط الانتعاش شنو؟ طاعة. بس يعني طاعة، طاعة الفورية، طاعة الفورية. ثاني مفتاح الانتعاش، ثاني الشرط شنو؟ ترميم المذبح. لكن أيضا ثالث مفتاح للانتعاش واللي سوانه إيليا في هذا المقطع هو الصلاة. إيليا مو فقط طاعة، إيليا مو فقط رمم المذبح، لكنه ابتدى يصلي. وإيليا صلى في هذا المقطع صلاتين مشهورة جدا. أول صلاة صلاها في عدد 36 قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وإني أنا عبدك وبأمرك فعل كل هذه الأمور. استجبني يا رب ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. أول ما إيليا خلص هذه الصلاة الأولى صار سقطت نار من السماء والتهمت الذبيحة. اوكي تبوا تقريبا خلصتوا. معظمنا نتوقف من هذه المرحلة. تخيل اليوم بالاجتماع ده، بالاجتماع نصلي بعد الوعظة ورب نزل نار وعمل معجزات وشخص شفى من السرطان وشخص مشلول قام يمشي يقمص. شو نسوي؟ هللويا، رب سوى معجزات في وسطنا، نرجع فرحانين ونعزل. فرحانين صار معجزة. يعني تعرضوا للانتعاش بعده ما جاء. لأن الانتعاش بينه مرحلتين. انتعاش بينه شنو؟ مرحلتين. المرحلة الأولى النار. المرحلة الثانية الأمطار. المرحلة الأولى النار، جاتي أول مرحلة نار تنزل من السماء تطهر تقدس تحرق والذبيحة تقبل الرب يرضى. عدت المرحلة الأولى، لازم نكمل ونصلي حتى الرب يرسل أمطار روحية وأمطار بركات مادية. أمين. معظمنا نتوقف في المرحلة الأولى. النار نزلت، الناس رجعت للبيت فرحانة، الرب هو الله، هللويا مجدا، خبر تليفونات صار معجزة، نشكر الرب، أم وسام الرب شفاها من السرطان، هللويا، والدكاترة قالوا ماكو أمل، والرب لمسه، فنحن فرحانين وخلص. وراها أسبوعين ما نصلي، الرب في وسطنا. لكن لحد الآن الوعد لم يكمل، لأن الوعد يقول رح ننزل أمطار. حتى ينزل المطر نشوف إنه إيليا سوى، ركع، خلى وجهه بين ركبتين، بلش يصلي
وضع الوجه تكون وضع الوجه ما بين الرجلين علامة المخاض، شخص يتمخض بمعنى أنه إيليا وصل صلاة قصيرة منمقة، لكن يقول كتاب سبع مرات يصلي يصلي يتصل غلام، شوف أبو غيمة لا ماكو، يرجع يصلي 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 ثاني مرات أكو لا ماكو، يرجع يصلي. تعرفون هذه الأيام إذا نريد نشوف معجزات، من الذي يشوف معجزات في كنيستنا؟ دليل نشوف نحن نشوف معجزات يعني سنة مرة فلان لمس بالسرطان، قبل كم سنة الرب لمس مسامي كان عنده قلب والرب لمسه، يعني ومضات ومضات، بس إذا نريد نشوف معجزات كل يوم، نريد نشوف من يريد يشوف خلاص نفوس بالكنيسة كل يوم، من يريد يشوف شفاءات معجزات ذنوب سرطانات ناس مشلولين ناس حومي كل يوم، نريد نشوف كل يوم، من يريد يشوف ناس مسؤولين بأرواح شريرة يتحررون كل يوم. إذا نريد نشوف كل هذه الأشياء لازم نصلي ونتمخض من أجلهم. بولس الرسول قل يا أولادي الذين أتمخض بكم كم الذين أتمخض بهم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيهم. بولس كان يصلي يتمخض من أجل المؤمنين في الكنيسة حتى يتصور المسيح بهم. مرات كثيرة كنت أصلي كنيسة أصلي كنيسة ما أعرف مرات كنت أصلي بس أنت تتدمر على الرب، أنا دا أصلي أنا راعي الكنيسة يا رب فلان يرى فاتر يرى يرى فلان تعبان فلان فشلان فلان مرتد فلان فلان ما يخدم رب يخليه تتمخض من أجله. أنا أعرف تتمخض من أجله حتى أبدأ أنت أبدأ تتمخض حتى أنا أبدأ أعمل في حياتي. رمية 9 أنا خلصت رمية كان يصلي من أجل الشعب ويقول يا ليت رأسي ما وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى شعبي شعبي. أريد أسأل كل واحد موجود في هذا المكان، هل نحن نصلي لأنه شكرا؟ تقول نحن شو نصلي؟ أنا أقول لك شو نصلي. رب اشكرك انك خلصني، اشكرك واعطيك كل المجد، ممنوع خير ابقى انت يا رب يا رب انت اله تسدد احتياجاتي وخليه قائمه، وبعدين يا رب انت يا رب انت تشفي وخليه طلق، وبعدين امين هللويا. هذا حلو حلو، بس الصلاه اللي تجيب الثمر والصلاه اللي تجيب الانتعاش هي صلاه التشفع والتضرع والانين مثل صلاه ايليا. صلوات التشفع والتضرع مو صلاة قصيرة منمقة صفقت كم آية، صلاة التشفع هي صلاة تألم وتضرع وبكاء من أجل الضائعين والتائهين، هي صلوات توجع على خطايا الكنيسة أولا. نحن عندنا خطايا، نحن تقريبا نفس الخطايا اللي موجودة برا، بس علمنا نقول نشكر الرب هاليلويا وآمين واستحيينا منها مرات كثيرة. نحتاج نصلي نتوجع لأجل خطايا الكنيسة ثم خطايا العالم. صلاة التشفع صلاة بكاء وأنين ودموع. صلوات التشفع هي صلوات إنسان بائس ما عنده رجاء ما عنده أمل غير شنو؟ زيارة من قبيل. شخص يعني ما عنده أي أمل بحال أرضي غير زيارة من القدير. يا صلوات إنسان امتلأ قلبه بالمر، كان يصلي من أجل أب أو أخ مريض يموت بالسرطان. لو عندك صديق لو عندك شخص عزيز يموت بالسرطان إذا قلت شون صبيه شون صبيه العالم برا أخوتي حالتهم أصعب من الناس اللي يموتون بالسرطان. العالم برا حوالينا آلاف ملايين الناس رايحين للجحيم، والمشكلة إنه ماكو أحد يصلي ليتضرع من أجل هذه النفوس. لهذا أقلل كم اليوم يوم الخمسين نحن بحاجة إلى الانتعاش.
نحن بحاجة إلى نهضة، نحن بحاجة إلى زيارة من الرب، نحن بحاجة الكنيسة بحاجة إنه الرب يهزنا يصحينا من النوم ينفخ بينا حياة. أنا أصحوا، أنا خلصتوكم بهدف حتى تمتلئوا من الروح القدس، حتى يكون عندكم قوة وجرأة للكراسة. فالشروط الانتعاش: مطيع، مرمى بالمذبح، مصلي، ثابر في الصلاة، وعندها رح يجي. أمين. كنا مع بعض نصلي. كنا مع بعض. شفت نفسك بعيدة عن الرب، تسمع ودخل من هدل وطلع من هدل. يا رب ساعدني مطيعة، يا رب ساعدنا نكون كنيسة مطيعة، ساعدنا نكون كنيسة تسمع صوتك تخضع لك مطيعة. ساعدنا نرمم المذبح، ساعدنا ندرك ونفهم اتباع المسيح طلب بناء المذبح. الطلب نقدم ذبيحة مكلفة. اليوم إذا أنت قبلت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك، إذا قبلت الرب يسوع لحياتك تستطيع أن تمتلأ بالروح القدس اليوم. إذا تريد، إذا أنت مستعد تكون فارغ، إذا أنت مستعد اليوم تتوب. لكن إذا أنت جاي لأول مرة لهذا المكان، إذا أنت عمرك ما سمعت، أنت بحاجة قبل إنه تمتلأ بالروح القدس، بحاجة إنه تقبل يسوع الرب ومخلص شخصي لحياتك. الناس يا رب في هذا اليوم تريد بس الهيصة، يا رب تريد بس القشعريرة، تريد فقط الإظهارات الروح القدس يا رب، لكن أنت تريد الحقيقي، أنت تريد أنه تعمل في أعماقنا، تريد تجي يا رب وتشتغل على الجذور، تريد تشتغل يا رب وتنقي وتصفي يا رب، تريد يا رب تحررنا من الخطية ومن الإثم، من محبة العالم، من جواد الجسد، تريد يا رب تنقي يا رب. تعرفون يوم 50 أو معمودية الروح القدس هي القوة اللي ننالها من الأعالي وتخلينا نمشي في مخافة الله على هذه الأرض، واللي تعطينا قوة بالشهادة والمجاهرة بالإنجيل. يوم 50 أو قوة الروح القدس اللي تنزل عليك يا مؤمن هي القوة اللي تخليك تمشي في مخافة الله، لتعطيك قوة للشهادة والمجاورة للإنجيل. رب يسوع جاء حتى يصالحنا مع الله، حتى نعيش في مخافة الله، لكن الروح القدس جاء في يوم 50 حتى يعطينا القوة حتى نعيش في مخافة الله، حتى يعطينا قوة للشهادة. رجع حتى يصالحنا مع الله، حتى نعيش في مخافة الله. روح القدس، قوة الروح القدس حتى يعطينا قوة نعيش في مخافة الله وقوة أن نشهد. كثير من المؤمنين عايشين مثل العالم مرات أسوأ. اليوم تحتاج يمكن إذا أنت شعر إنه رب يبكرك، إذا أنت شعر أنت الشخص اللي عايش في العالم، عايش مستبيح، عايش في الخطية، عايش وفاتح المواقع الخطر، رب يقول لك ارجع توب،
اليوم أنا أريد أقول لك إذا أنت شاعر في هذا المكان إنه رب كلمك، إذا أنت شاعر إنه أنت بحاجة إلى نهضة، إذا أنت اليوم شاعر إنه أنت بحاجة إلى امتلاء من الروح القدس، إذا أنت مو راضي عن نفسك، إذا أنت تريد المزيد، إذا أنت جوعان للرب، إذا أنت اليوم عطشان للرب، إذا أنت اليوم تريد تتقابل مع الرب، إذا أنت تريد قوة جديدة، تريد مسحة جديدة، تريد خمرة جديدة، تريد مطر جديد، تريد ابتعاد جديد، أنا أدعوك اليوم إنه تطلع من مكانك، تقدم قدر الأمام. إذا أنت جوعان للمزيد من الرب، إذا أنت مشتاق لمسه، بس طلوعك للأمام إعلان إيمان، إعلان إيمان إنه أنا بحاجة، أنا بحاجة للمسة من عندك. إذا أنت بحاجة إلى لمسة من الرب، بحاجة إنه إلى نهضة في حياتك، أنا أدعوك إنه تقدم للأمام. منتظر الناس تطلع حتى هي تطلع. بس انت اذا انت راضي عن نفسك خليك، بس انت تريد المزيد قدر الامام، اذا انت محتاج لمسه جديده وقطع الامام، اذا انت محتاج انه تتنازل عن كبريائك، الناس شايفيني وانا خجلان اقدم الامام، تحتاج كثير اشياء حتى تمتلى، تحتاج انه تتخلى عن كبريائك، عن انه الناس شايفتني، تحتاج انه تنكسر امام الرب، اذا انت محتاج ما تتقدم الأمام لأنه كأنه هذا المكان مقدس، ما تتقدم الأمام لأنه هذا المكان بينه رب أكثر من غير مكان، لكن يمكن تحتاج إلى تقدر أركع وجهد، كسر روحي، كسر أمام الرب. قلوا أعلن جوعك، أعلن إفلاسك، أعلن احتياجك، أعلن عطشك للرب، أعلن احتياجك للمزيد من عنده. أنت شعر أنه فقدت الغيرة، فقدت الحماس، فقدت المحبة الأولى، كثير مؤمنين فقدوا الغيرة والحماس الروحي، كثير مؤمنين فقدوا المحبة الأولى للرب. وأنا أنادي على هؤلاء الناس، تعلم بنفسك، أريدك تربي نفسك في حضن الرب، أريدك تربي نفسك في حضن الرب، تعال توب، تعال انكسر، تعال عند أقدام الرب، تعال اسكب، اسكب نفسك، اسكب روحك أمام الرب، اسكب روحك، اسكب روحك أمام الرب، انكسر أمام الرب، قل يا رب أنا محتاج النار، أنا محتاج النار، أنا محتاج النار اللي تقدس، أنا محتاج النار اللي تطهر، أنا محتاج النار، أنا محتاج النار، نهضة تحتاج إلى، نحتاج إلى النار الروح القدس، نحتاج إلى أخبار الروح القدس، بس نحن نحتاج الآن النار، يا رب النار اللي تقدس، النار اللي تملأنا بمخافة الرب، النار اللي تشيل البلادة الروحية، النار اللي تخلينا ما نعيش باستهزاء. في ناس عايشين باستهزاء، في ناس أنا أعرف إن الناس محسوبين على المؤمنين لكن مخدرين راح يروحون للجحيم، أكو ناس موجودين في هذا المكان حاسبين نفسهم مؤمنين ما عندهم علاقة مع الرب. كان عندهم علاقة بس أنا أقلك إذا أنت بعيد عن الرب، إذا مبتعد عن الرب، إذا ما عندك علاقة احذر، لأنه إذا متت راح تروح للهلاك، راح تكون الجحيم. مرات نحن اللي نجي نقول إنه الصلي صلاة خلاصية، تعرف الكاثوليك ثلاثة خلاص في المعمودية، بيقول هذا الشيء بس كأنه لو تتعمد وأنت طفل أو متت راح تروح للسماء. الإنجيليين عندهم نفس المشكلة، لك صلي يقول يا رب ارحمني أنا خاطئ أنا أتوب، هذه الصلاة ما توديك للسماء لو أنت ما تايم من قلبك، لا أنت ما تغيرت. احذر، وناس موجودين في هذا المكان سادين أذاناتهم الروحية، بس أنا واقف أمام الرب حتى أحذرك، دوري وأحذرك، لو أنت صليت قبل سنواتك أنت ما عندك علاقة مع الرب، احذر، راح تروح للجحيم، احذر، أرجع، توب، انكسر، أصرخ للرب، ماكو بدعة، صلي بس تروح للسماء. تحتاج تجاهد النهاية، تحتاج تثق بالرب، تحتاج إنه الرب يكون مو بس إنه غفر لك الخطايا، لكن تحتاج يكون سيد ورب وملك على حياتك. يمكن أشخاص في هذا المكان يحتاجون يطلبون الرب لأول مرة، لو أنت هذا الشخص، لو أنت تحتاج اليوم إنه تطلب الرب، تقدر اليوم تتأكد إنه يسوع غفر خطاياك بالكامل، بس تحتاج تستقبل الغفران. لو أنت اليوم تريد تتأكد إنه لك حياة أبدية، تقدر تتأكد، تقدر تصلي، لكن هذه الصلاة وراها ضروري توبة، توبة.
توبة. قل ارحمني، قل ارحمني. ممكن كنا نقول يا رب ارحمني، صليها بصوت عالي. كنا نصليها، ارحمني انا عبدك الخاطئ، ارحمني انا عبدك الخاطئ. انا جاي راجع بيني هيك، انا اعترف ان انا خاطئ، انا اعترف ان انا مذنب امامك. انا اليوم يا رب انك ارحمني، خلصني، انتشلني، اغفر لي خطاياي، نقيني، صفيني، طهرني، قدسني. انا محتاجك يا يسوع، انا محتاجك يا يسوع، ارحمني. اشكرك يا اجل موتك على الصليب لاجلي، اشكرك، اشكرك يا رب. يا رب عقوبة خطاياي تستحق الموت، لكن انت يا رب تعرف عرشك وسماء، انت الاله كامل والانسان الكامل، انت دفعت الدين على الصليب. وانا اليوم يا رب اشكرك، اشكرك يا رب لانك انت متت، انت يا رب اخذت موتي وعقابي، انت اخذت الموت اعطيتني حياتك. اشكرك يا رب لانه انت يا رب اخذت يا رب كل نجاستي واعطيتني برك. وانا اليوم استقبل برك، وانا جاي يا رب اعلن برك علي، وطهرني من كل خطيه. اصرف للرب، قل يا رب اشكرك لجبروتك، قل يا رب انا جاي اقبلك اليوم وخلص شخص لحياتي. قل يا رب انا جاي اليوم اقبلك، انا جاي افتح قلبي لك وسلم حياتي، واعلن انت سيدي وربي ومخلصي، انت اللي تملك على عرش حياتي. ساعدني من هذا اليوم نعيش لك وكمل لك. لكن اقول للاشخاص اللي يعرفون الرب، الاشخاص اللي يسوع وخلص لحياتهم، انا اقول لهم ارجع للرب، استقبل 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 نار جديده من الروح القدس، استقبل نار اللي تحرق كل زبد في حياتك، اللي تحرق كل قيود في حياتك، كل قيود، كل قيود، كل قيود، كل كل تاثير من ارواح نجاسه وزنا وهوى وشهوه، كل ارواح محبه العالم، انا صلي قطع في اسم رب يسوع، قطع كل نير من العالم. يا رب نصلي يا رب شعبك تحرر من محبة العالم، تحرر يا رب من محبة العالم، تحرر من محبة العالم، حرر يا رب من محبة العالم. ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك، استقبل، استقبل نار. يا رب انا جاي ارين النار، النار مؤلمة لكن راح تخليني اعيش فيها، نار مؤلمة لكن راح تخليني اقفز فرحا لما اكون حر في المسيح. يا رب طهرني، انا محتاج النار، انا محتاج النار، انا محتاج النار لعيوني، انا محتاج النار لافكاري، انا محتاج النار لاذاني، انا محتاج النار لساني. قدس لساني وقدس عيوني وقدس اذاني وقدس ذهني وقدس قلبي. يا رب احتاج النار لايدي، لسلوكي، لرجلي. قدس يا رب، قدس جسدي ونفسي وروحي، ارادتي ومشاعري يا رب. يا رب انا بين ايديك، انا بين ايديك، انا بين ايديك يا رب، انا محتاجك يا يسوع. يا رب انا اصلي انك انت تزور كل شخص موجود في هذا المكان، انا اصلي يا رب تحررنا من حب العالم، من حب العالم لا تؤثر فينا يا رب. يا رب العالم دخل، يا رب العالم، يا رب دخل الكنيسه يا رب، يا رب حررنا من حب العالم. يا رب فد روحك علينا، فد روحك علينا، فد روحك علينا يا رب. انا اصلي مجدك علينا يا رب، انا اصلي يا رب نكون غير عن العالم، انا اصلي يا رب نكون غير عن العالم. اصلي قول يا رب انا اريد اكون غير، انا اريد اكون مختلف، انا اريد اكون مختلف عن العالم، اريد مختلف، اريد اكون مختلف. يا رب تعال مجدك علينا يا رب، خلي مجدك علينا يا رب. يا رب نصلي كل من يرانا يا رب، على قلبي، على قلب الكنيسة، أن كل من يرانا يرى يسوع، على قلبي أنه أنت تكون غير، وكل من يسمعنا يسمع الله. يا رب اخرجنا من هذا المكان كملح لهذه الأرض، كنور في وسط ظلمة هذا العالم. اخرجنا من هذا المكان غير يا
رب انا صار جوع وعطش، جوع وعطش الك يا رب. يا رب تعال يا رب في يوم الخمسين هذا جوع وعطش الك يا رب، جوع وعطش الك، جوع وعطش، جوع وعطش الك، جوع وعطش الك. نرفض شهوات الجسد، نرفض حياة الجسد، نرفض حب العالم، نستقبل حياة جديدة في الروح القدس. صلي صلاتك، ارمي نفسك في حضن الرب، ارمي نفسك في حضن الرب، ارمي نفسك في